عودة مشاهدينا لملف مكافحة الإرهاب في أوروبا ولآخر ما يجري أيضا من اعتقالات في فيينا. معنا من فيينا مدير مكتب صحيفة الأهرام في النمسا مصطفى عبد الله. أستاذ مصطفى أهلا بك مجددا إلى سكاي نيوز عربية. كنا نسألك قبل قليل إن كان بالفعل اليوم اتخذ القرار أوروبيا بإنهاء وحل هذه المجموعات الإرهابية التي نشطت بشكل غير مسبوق وتفرعت بشكل كبير في الداخل الأوروبي خلال السنوات الماضية. أهلا بحضرتك والسادة المشاهدين الكرام. الحقيقة فعلا تم اتخاذ إجراءات يعني فورية، وحصل مداهمات قوية قامت بها الشرطة النمساوية وضد أهداف جماعة الإخوان المسلمين وحركة حماس في أربع ولايات نمساوية. وجات العملية وسط تأكيدات بعزم الحكومة النمساوية على مكافحة أي جماعة أو أي مجموعة أو أي فرد بتكون له علاقة بالإسلام السياسي في النمسا. وبدأت المداهمات بتاع الشرطة الساعة 5 صباحا 5 الفجر في وقت واحد على مستوى جميع ولايات النمسا، واستمرت لمدة 3 ساعات، واستهدفت على نطاق واسع الجمعيات، كل الجمعيات اللي يشتبه في علاقتها بجماعة الإخوان أو بحماس. لكن أستاذ مصطفى، ألا تعتقد أنه هذا التحرك جاء متأخرا من قبل النمسا؟ هلا المسؤولون أكدوا أنه ذلك لا يرتبط مباشرة بالجريمة اللي وقعت قبل أيام، إنما باستراتيجية اعتمدتها هذه الدولة منذ فترة، وبالتالي اليوم هل لا يزال بالإمكان إنهاء هؤلاء؟ هو الحقيقة لازم نعترف أن العملية الإرهابية كانت إنذار للحكومة النمساوية، وده السبب أنهم تحركوا بسرعة جدا لمكافحة التطرف، وبعملية شارك فيها 1000 ضابط شرطة وجندي من الشرطة والاستخبارات الداخلية. ووزير الداخلية النمساوي قال إحنا بنتخذ إجراءات ضد هذه المنظمات التي لها علاقة بالإسلام السياسي بأقصى درجات الصرامة وبكل إمكانيات سيادة القانون. وفي نفس الوقت وزيرة الاندماج النمساوية سوزان راب قالت إحنا وجهنا ضربة موجعة لجماعة الإسلام السياسي في النمسا. وبالأساس العملية دي استهدفت 70 مشتبه صحيح بانتمائهم للإخوان والحماس بعد مراقبتهم لمدة 21,000 ساعة. وخلال المداهمات الشرطة لما فتشت 60 شقة ومنازل وجمعية ومقر تجاري في 4 ولايات، منها فيينا وولاية النمسا السفلى، اعتقلت 30 شخص من المشتبه فيهم. أستاذ مصطفى، قبل ما ينتهي وقتنا، إلى أي مدى اليوم النمسا وباقي الدول الأوروبية بحاجة لرؤية أوروبية واضحة لمحاصرة هذه التيارات المتطرفة؟ وكلنا يعلم كيف بات هؤلاء يتحركون من دولة أوروبية إلى أخرى. مش النمسا بس، النمسا وفرنسا وجميع دول الاتحاد الأوروبي في حاجة ماسة إلى تحقيقات أمنية، بحيث إن أي شيء، أي شخص أو أي مجموعة لها انتماء لمنظمات محظورة وتقوم بأعمال أو بأنشطة معادية لابد أن يتم القبض عليهم. وده طبعا المكتب المدعي العام في النمسا قال ان المداهمات دي بتاتي بعد تحقيقات مكثفه استمرت لاكثر من عام. وبعدين هم النهارده بعد الحادثين اللي حصلوا دول، ده كان انذار بالنسبه للحكومات سواء في النمسا سواء في فرنسا. وفي نفس الوقت المداهمات دي يعني الشرطه صدرت فيها اجهزه كتيره، اجهزه الكترونيه وهواتف محموله واجهزه كمبيوتر ووثائق ومبالغ نقدية كبيرة. ده كله أظهر أنه المعتقلين ظهر عليهم اضطراب مع بدء التحقيقات، لكن المصادر لم تذكر جنسية المشتبه بهم وهل هم رجال أم نساء، حتى لا يستطيعوا حماية أنفسهم وحتى لا يستطيع الفرد تبليغ الآخر. سنكون بانتظار ما سيخرج عن القمة الأوروبية المصغرة التي ستحصل اليوم في باريس. شكرا جزيلا للمداخلة من مدير مكتب صحيفة الأهرام في النمسا السيد مصطفى عبد الله. شكرا جزيلا.